الخير يا شباب، معاكم محمد اكرم. النهارده معانا عربيه جديده، مرسيدس جي ال اي 200. هنتكلم على العربيه في كل حاجه، التاريخ بتاعها، العربيه من بره ومن جوه، مميزاتها وعيوبها. نبدأ الأول العربية تاريخها. العربية بدأت إنتاجها سنة 2015، نزلت السوق المصري بسعر 358,000 جنيه، وعند 2018 نزلت الفيس ليفت منها، كانت سعرها لحد دلوقتي 745,000 جنيه. العربية دي أوربن يا جماعة، زي اللوكجري كده، مش الـ AMG، يعني بتنزل يعني أوبشنز تانية غير الـ AMG هنتكلم عنها. أول حاجة العربية من بره الفيس ليفت، طبعا فوانيس اتغيرت، اللي ورا واللي قدام في شويه حاجات كده اتغيرت. من العربيه الجي ال اي من بره، يعني هي كانت فكرتها ان هي عاليه شويه، فكانت بتخش وتركب العربيه احسن او اسهل من العربيه الاي كلاس والعربيات اللي هي بتبقى السيدان والمرسيدس. العربيه بتيجي بجنط 18، الكاوتشات 230 على 50. العربية النواكل بتاعتها من بره بصراحة مديها شياكة كده، كأنك فعلا راكب كيف مرسيدس يعني. نتكلم عربية من جوه. العربية طبعا فيها كراسي السبورت بتاعتها، اللي هي يعني بصراحة من أحلى الحاجات اللي فيها. تقريبا العربية المرسيدس بتنزل الكراسي دي AMG أو بتنزل في الجي ال اي والسي ال اي والاي كلاس. السي والعربيات دي ما كانتش بتنزل فيها نفس الكراسي دي، اللي هي تحسها طالعه فوق خالص كده. العربيه من ورا الكراسي تقدر تاخد 2 كده مستريح، مش اكتر من كده. يعني هي قعدتها ورا مش مريحه قوي، بس قدام انت مرتاح كده كده. بتنزل ب9 سماعات. العربيه التابلو بتاعها طبعا التابلو اللي احنا عارفينه من مرسيدس، الشياكه طبعا والكواليتي كل حاجه فيها. بتنزل بشاشة 7 انش، الشاشة دي تقدر تخش عليها يعني كراديو، بلوتوث، الكاميرا، بس يعني الكاميرا من غير سنسورز، الموضوع ده غريب جدا في العربية دي. كمان الكراسي مثلا مش كهربا، كراسي عادية يدوي. العربية برضو شنطتها مساحتها يعني مقبولة، هي 480 لتر. طبعا انت لو فردت الكراسي نايمتها شوية ممكن تكسر 1200 لتر، فهي بالنسبة للشنطة الموضوع كويس برضو، مش ضيقة قوي برضو بالنسبة للعربية، كتعتبر برضو كومباكت او اللي هو الكروس اوفر يعني. الموتور بقى بيجي موتور ال 1600 الاربعة سلندر، اللي هو 156 حصان، ده بتاع المرسيدس الطبيعي. بتيجي ب7 نقلات. العربية قوية بصراحة، بتيجي من 0 ل 100 من 8.8. طبعا المرسيدس احنا متوقعين ان في جي ال اي جديدة هتنزل شكل جديد خالص، ومفروض العربية هتجيجي يعني بموتور مختلف جدا، 1300 سي سي، 163 حصان. طبعا الموتور ده اظن ان هو هيبقى اقوى من ده بكتير، وهيبقى فيه فرق حلو يعني، بيوفر يعني مش بيوفر في البنزين بس اللي هو كويس. العربية اصلا دفع امامي، الاستابيليتي بتاعتها بصراحة حلوة جدا، يعني مفيش اي كلام في الاستابيليتي. هي برضو انت راكب الماني، ومش معنى ان العربية مرسيدس عالية شوية فانت هتحس بفرق، لا خالص، العربية بصراحة مفيش فرق فيها تماما. هي بس طبعا الامامي هو اللي فارق شوية، ان انت لما بتدوس الكيك داون او بتجيب اخر الدواسة طبعا بيفرق الدريكسيون، بيحدف يمين وشمال معاك كده، اللي هو كأن في اوفر باور كده من الموتور، فالعربية بتحاول تعمل تهندل الموتور القوة دي يعني. نيجي نتكلم بقى على العيوب اللي في العربية دي. العربية طبعا هي كانت بتنزل في 2018، كانت تقريبا هي اللي بتنزل في الوكيل، بتنزل الكاتيجري ده بس. فالعربية مثلا ما فيهاش تكييف تاتش، تكييف بكر عادي. العربية الكراسي مش كهربا. طبعا القعدة ورا، انت لو قاعد ورا الكرسي ده هو طبيعي جدا ان انت مش هتبقى شايف حاجة، فدي تبقى رخمة شوية، ان انت تبقى عايز تبقى شايف اللي ورا بس، عايزين يشوفوا الشارع او حاجة، او ان انت بلايندد كده. العربية تحسها غالية شوية على الكماليات اللي فيها، بمعنى مثلا ان هم ما حطوش سنسورز، حاطين كاميرا ورا بس. طب ما تحط سنسورز معاها يعني.
كمان العربيه انا اكتشفت مثلا ان انت لو بتفتح الكبوت في العربيات الجديده وتلات ارباعها والعربيات برضو اللي هي بتبقى سعرها عالي، الكبوت على الاقل وانت اما اول ما بتفتحه بيبقى فيه المساعدين، يعني انت ما تقدرش ان انت تفضل ماسك الكبوت لحد ما تدور على زي حاجه كده توقفه يعني، لا هو ده ما فيهوش. طبعا برضو العربيه دي لسه ما كانتش نزلت الشكل اللي بعدها اللي هو مرسيدس اللي هي بقت شاشه كبيره والشاشه بعدات ديجيتال، لا دي عند شاشه صغيره جدا ما فيهاش حاجات كتير قوي، ما فيهاش نافيجيشن، ما فيهاش اي حاجه على سعر العربيه. طبعا العداد نفسه برضو ما فيهوش غير الكمبيوتر كده اللي هي شاشه الكمبيوتر صغيره بتعرض عليها كام حاجه لكن مش ديجيتال. الحاجات دي كلها كانت في سنه 2018 كانت برضو فيها حاجات حلوه يعني في العربيات دي. مميزات بقى بصراحه العربيه موتورها عافي جدا عليها يعني بصراحه ممتاز. الاستابيليتي العربيه بصراحه ثابته جدا بمناسبه ان هي اعلى شويه من العربيات العاديه، فبالنسبه لده لا هو مش مؤثر فيها خالص. طبعا العربيه فيها حاجه يعني مختلفه من مرسيدس كده اللي هي عشان هي واخده سيفتي ريت عالي جدا في اوروبا اللي هو الكوليجن بريفنت يونت او الكوليجن بريفنت اسيست. طبعا ده بيسنس العربيه اللي قدامك، لو العربيه اللي قدامك ماشيه بسرعه اقل هو لو حس ان انت مش واخد بالك او مش هتدوس فرامل هو طبيعي اوتوماتيكلي بيدوس فرامل، فده حاجه حلوه جدا للسيفتي ان انت مثلا لو ما خدتش بالك من عربيه قدامك فجاه دست فرامل ولا حاجه هي اوتوماتيك بتدوس فرامل. بس طبعا ده في الغرز مثلا لو انت شاب وبتجري بيها بيبقى رخم شويه يعني، بس طبعا ده يستحسن ان انت ما تعملوش اوف خالص ان ده كده سيفتي. في كمان حاجه حلوه برضو في العربيه دي ان هي لو انت ماشي فضلت مثلا فتره طويله ماشي بالعربيه هي بتسنس مثلا ان انت ممكن تكون تعبت او حاجه بتبعت لك زي كوفي بريك او اللي هو تيك ريست او حاجه زي كده اللي هو ان انت بتدور لك على اي حاجه حواليك ان انت تقف على جنب تريح شويه عشان ما تنامش وانت سايق. بس نشكر صاحب العربية ان هو ادها لنا وان شاء الله نقابلنا في فيديوهات تانية.